الرجاء يواجه الأهلي والوداد يلاقي شباب بالوزداد في ربع نهائي دوري الأبطال. مباراة قوية لنهضة بركان في قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية. مهدي بن عطية يخرج عن صمته. تيسودالي مبديا بهاره بجماهير كازا، لم يسبق لي أن رأيت مثلهم. مشاهدين الكرام، أهلا بكم. سحبت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة. ووضعت القرعة ممثلي الكرة المغربية في مواجهات قوية، حيث سيلاقي الوداد نادي شباب بلوزداد الجزائري، في حين سيلعب الرجاء أمام الأهلي المصري. وسيخوض قطب البيضاء مباريات الذهاب خارج الميدان يومي 15 و16 أبريل الجاري، على أن تجرى مواجهات الإياب في مركب محمد الخامس يومي 22 و23 من الشهر ذاته. أما بخصوص قرعة النصف النهائي، فسيلعب الرجاء في حال تجاوزه لدور الثمانية الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي، في حين سيواجه الوداد حال تأهله الفائز من مباراة بيترو أتليتيكو وسان داونز. سحبت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2021-2022، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة. ووضعت القرعة ممثل الكرة المغربية نهضة بركان حامل لقب نسخة 2020 في مواجهة المصري البورسعيدي. وسيلعب الفريق البركاني مباراة الذهاب خارج الديار يوم الأحد 17 أبريل الجاري، على أن يجرى لقاء الإياب في المملكة يوم 24 من الشهر ذاته. وفي حال تجاوز نهضة بركان لدور الثمانية، سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي. نفى الدولي المغربي السابق المهدي بن عطية الأنباء الأخيرة المتداولة حول توليه مهمة المدرب المساعد للناخب الوطني وحيد خليلوزيتش خلفا لمصطفى حجي. وخرج القائد السابق للأسود على حسابه الرسمي في إنستغرام للرد على الخبر المتداول بشأنه في الساعات القليلة الماضية كاتبا: ترك لي الكثير منكم رسائل حول الشائعات التي ظهرت في الصحافة خلال الأيام الأخيرة. أود إحاطتكم علما أنني لم أتلقى أي اقتراح من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للانضمام أو الإشراف على المنتخب المغربي. أنا حتى اليوم مثل العديد من أبناء وطني من أشد المؤيدين للمنتخب. وتابع: أغتنم الفرصة مرة أخرى لأهنئ المنتخب الوطني بأكمله على تأهله لكأس العالم في قطر، حيث سأكون بالطبع إن شاء الله لدعمهم. شارك النجم المغربي طارق تيسودالي ما عاشه في مواجهة إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية في الدار البيضاء، مبديا بهاره بجماهير كازابلانكا وسعادته بالتأهل لمونديال قطر 2022. وتحدث تيسودالي في تصريح لإذاعة راديو فولتير البلجيكية عن الأجواء التي عرفها مركب محمد الخامس أمام الكونغو الديمقراطية، متغنيا بجماهير البيضاء، حيث قال: لم يسبق لي أن رأيت مثل جماهير كازا، كانوا رائعين وساعدوا المنتخب المغربي كثيرا في الانتصار والتأهل. وعن لعب المونديال قال اللاعب جينت البلجيكي: سعيد جدا، والأهم أننا سنلعب المونديال، هذا حلم. منتخب بلجيكا قوي ويمتلك لاعبين كبار مثل لوكاكو، إلا أننا سنكون جيدين في المونديال إن شاء الله. وكان تيسودالي من نجوم المنتخب المغربي في الدور الفاصل بتسجيله لهدفين مؤثرين في مباراتي الذهاب والإياب أمام الكونغو الديمقراطية، مساهما بشكل مباشر في التأهل.
جرى ترشيح 4 لاعبين مغاربة للتنافس على جائزة مارك فيفيان فوي للعام 2022، والتي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 كل سنة لأفضل لاعب إفريقي في الليغ آ الفرنسية. ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وسفيان بوفال لاعب أونجي، ونايف أكرد مدافع ستاد رين، ويونس عبد الحميد لاعب فريق ستاد ريمس. وينافس الدوليون المغاربة على هذه الجائزة كل من الغيني بايو محمد لاعب كليرمون فوت، والإيفواري فوفانا سيكو لاعب لونس، والسنغالي إدريسا غانا غاي لاعب باريس سان جيرمان، والتونسي وهبي الخزري لاعب سانتيتيان، والغابوني ماريو لامينا لاعب نيس، والنيجيري سيمون موزيس لاعب نادي نونت، والكاميروني كارل توكو إيكامبي لاعب ليون، والمالي هاماري تراوري لاعب نادي رين. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.